السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه خياطه وتدبير وعادي التدوير. لو عندك لبس كتير عايزه تصغريه على قد بنتك لازم تشوف الفيديو ده حالا، ولكن اعملي لنا لايك علشان نبتدي الفيديو مع بعض. زي ما انتم شايفين دي جلابيه بيتي عايزه اصغرها، طبعا دي للتمرين، ولكن حضرتك بتشوفي الحاجات اللي عندك تقدري تستخدميها صح. اهو اول حاجه بشيل الاكمام على طول كده، على طول كده اهو شلت الاكمام. ولو اول مره ممكن تشيلي كل الكم لوحده لو انت خايفه انك تقصي مثلا من قدام اكتر من الظهر فبتقصي بالشكل ده اهو. شلت الاكمام خلاص. طيب بطبق بالشكل ده. لا في حاجه كمان هنا، في جزء انا عايزه ارجع اركبه تاني، عايزه ارجع اركبه تاني، فانا بشيله بالشكل ده اهو، بساوي كويس جدا، ودي خطوه مهمه. بقص خلاص شلته. طيب دلوقتي الخطوه اللي بعد كده بطبق الجزء ده. زي ما قلت لكم دي جلابيه قديمه للتدريب فتلاقوها يعني مش نظيفه شويه اهو، بطبق كده كويس قوي واساوي كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. فاكرين اهم قياس قلت لكم عنه اللي هو خط الظهر؟ انا خط الظهر عندي 33 سنتي وباخد 1 سنتي خياطه بيبقى 34. طيب عملت ايه؟ اخدت خط الظهر تاخديه على قد البنوته عندك زي ما يطلع 34، باخد ال 34 اهو، باخد نصها بالظبط بحطها هنا عند خط الظهر. بصوا اهي، يبقى ده الجزء اللي هيتقص اهو بالشكل ده تمام. طيب وباخد الطول، الطول عندي الطول الكلي، الطول الكلي هيكون باخد الطول الكلي 110، ولكن بحسب معاه الشريط اللي انا هركبه. يعني باخد الجزء ده كده بحسبه اهو، ده 13 سنتي، نقول 12 عشان الواحد سنتي، ناقص 110 هيبقى 98 اهو. يبقى كل الجزء ده، وبسيب 1 سنتي خياطه ما تنسيش، يبقى كل الجزء ده كده هيتقص ونقصه مع بعض. قصينا الطول زي ما انتم شايفين، وبعيد دوران الجيرو، ولكن دوران الجيرو هنا كبير، احنا هنعمل ايه يعني الحريمي غير الاطفال؟ هقول لك دلوقتي. خلاص خلاص كده خلصنا. الكم عندي طوله 51 سنتي، وطبعا في 1 سنتي خياطه فهيبقى 52 سنتي اهو. وبرجع ارسم الدوران تاني بتاع الكم بالشكل ده، هوريكم التظبيط. طبعا انا واخده 1 سنتي على المكنه والتركيب اهو. خلاص اول حاجه هعملها هصغر او هقلل من حجم الكم اهو بالنظر كده، فدي مساحه كويسه ما يعني ما تكونش ضيقه برضو اهو. بتقصي الزياده، بنعدل الكم بالشكل ده اهو، والكم التاني معاه تمام. ونبتدي في الخطوه اللي بعد كده. هنا لازم تاخدي من اول التضييق. طيب هعرفه ازاي؟ هعرفه ازاي تاخدي الكم اهو اللي انت عملتيه ضيقتيه دلوقتي. بصوا اعلى نقطه اهي اهي تمام، شايفين؟ طبعا في زياده هنا في الكم اهي اهي، وبتاخدي شايفه العلامه دي من هي دي اللي بتخيط عندها اهي بالشكل ده. طيب نركز كده شويه اهو، انا بادئه بمسافه مظبوطه وبنزل بشكل تدريجي، يعني اهو بصوا وبنزل بشكل تدريجي علشان كمان ما تكونش واسعه قوي ولا ضيقه قوي. مفيش، علشان بالشكل ده هي هتكون واسعة، فانا هاخد كل الزيادة اللي انا عملتها
بس سيبي برضو لربما تطلع معاكي ضيقه ولا حاجه، فيكون معاكي مساحه من القماش تقدري تتحركي فيها. نفس الحكايه الجنب التاني اهو، لازم يكونوا مظبوطين. تعالي عن هنا عند تركيب الكم، لازم تكون الجلابيه مقلوبه، الكم يكون معدول. تاني بتركيب الكم، الجلابيه تكون مقلوبه، الخياطات اهي زي ما انتم شايفين، الكم لازم يكون معدول. تمام. طيب وزي ما انا كده اهو بدخل الكم المعدول وباخد الخياطه دي على الخياطه دي. تمام، لان في ناس كتير بتتلخبط وترجع تفك وتقول انا اتلخبطت وركبت، يعني تيجي تعدل الجلابيه تلاقي حاجه مقلوبه عكس حاجه. لا اهو بصوا، طيب بالشكل ده. اهو من اسهل ما يكون تركيب الكم، هتلاقوا اكتر من فيديو في القناه عن الكم. احذري من هذا الخرز، هيكسر الابره يبوظ لك الكروشيه اهو، وتقدري تلزقيه باي حاجه في الاخر مفيش اي مشكله، ولكن كوني حريصه جدا وحذره جدا وانت بتخيطي، عينك على القماش، لو في خرزه صغيره هتبوظ لك الدنيا. تمام. طيب بيكون مظبوط اهو بدون زياده او نقصان اهو. تعالوا نشوف بعد ما ركبنا الكم اللي انا عملته ده سن كام؟ سن 10 سنين. بصوا اهو مستريح. طيب اللياقه والحاجات دي، لا الحاجات دي انا مش شايفاها مفتوحه قوي، ولكن لو حبيتي يعني عندك لياقه واسعه وحبيتي تظبطيها، بصي بتاخدي من هنا الجزء ده ومن الناحيه الثانيه عشان تصغريها، بس انا مش شايفه زي ما انتم شايفين كده ان هي كبيره قوي. لا هي مش كبيره، ولكن طريقتها سهله. بتقلبي الجزء ده اهو او خط الكتف، بتمشي نفس الحكايه على خط الكتف، ما بتنزليش عشان ما تبقاش شكلها وحش، بس لما تقربي ناحيه الرقبه خديها شويه. بصوا ازاي اهو الشكل ده، بمشي على خط الكتف زي ما هو اهو، وباجي قرب حرده الرقبه واروح داخله كده شويه اهو. ده اسمه ذراع التثبيت اللي بيرجع معايا في الخيط، وده موجود في المكن الصناعي فقط اهو. بصوا بالشكل ده اهو، ما جتش ناحيه هنا، الدنيا مظبوطه، بس الرقبه صغرتها بالشكل ده. واللي انا عملته هنا هعمله هنا. المكنه بتاعتي نوعها سانسير اهي، وفي فيديو خاص عنها في القناة اسمه مواصفات ماكينة الخياطة جيدة. باجي هنا واروح داخلة كده شوية. تمام. هي عندي من 5 سنين، الأسعار بتختلف يا جماعة كل يوم مش كل سنة. تمام زي ما انتوا شايفين كده. فالناس اللي دايما تسألني سعرها كام، أنا جايبها من فترة كبيرة فما أقدرش أقول لكم دلوقتي السعر يعني بالمظبوط كام. تمام. فانا دلوقتي بفتح الشريط اللي انا قلت هرجع اركبه اهو، وهنا بحدد ازاي اركبه علشان الشغل ده كله يكون من قدام اهو. زي ما انتم شايفين، احذري من الخرز او من اي حاجه ممكن تبوظ المكنه اهو. طيب هنا وانا بخيط الشريط، طبعا لان العبايه كانت كبيره او الجلابيه كانت كبيره، فكان الشريط ده على قد الامام واصل للاخر، شايفين؟ فانا هعمل ايه بقى؟ لازم اقص هنا علشان الخط بتاعي ده اهو، علشان يكون مظبوط، لان الظهر ما كانش فيه الشريط ده، فما ينفعش اعمل جزء منه وجزء لا اهو. زي ما انتم شايفين الظهر ساده، فلازم اشيل الجزء ده اهو واركب ده عند بدايه الخط اهو بالشكل ده، وبعمل كده وبكمل خياطه، ثبت هنا وارجع اكمل الخياطه بتاعتي. هاخد الجزء ده كده واخيطه خياطه من فوق اهو،
بالك من الخرز، شايفين لازم الخط ده يكون على الخط ده علشان شغلك يكون مظبوط. اهو ممكن تاخدي خياطة من هنا فوق تجميلية بالشكل يعني من فوق كده، وممكن لا كده خلاص مفيش اي مشكلة. اهو ده تجميلية برضو، اهو زي ما انتوا شايفين خلصت كلها، بس بتتغسل كويس وبترجع ما فيهاش اي حاجه خالص. ده كان مجرد تمرين، انت بتجيبي الحاجه اللي عندك نظيفه وتعمليها، بس حبيت اوريك الطريقه ازاي بتكون سهله وبسيطه، وان شاء الله هنعمل ده في البلوزات وفي البنطلونات وفي كل حاجه نقدر نصغرها هنصغرها. ولازم كمان ما ننساش نتصدق بالحاجات الجميله اللي عندنا للمحتاجين. ان شاء الله في فيديوهات قادمه كتير، محتاجه منكم التفاعل، محتاجه منكم اللايك والشير علشان القناه تكبر بيكم. القناه دي بتاعتكم مش بتاعتي لوحدي، ولكن بتاعتنا كلنا كاسره واحده. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.